هنستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وكالعادة بنبدأ جولتنا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية عند رمسيس ستبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 بيو المتجه المهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. هنروح مع بعض لمحافظة الجيزة، هنشوف الطريق الدائري اللي بيشهد في الوقت الحالي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات. بخصوص محور 26 يوليو فبيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي عليه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. هنروح شارع فيصل هنلاقي كثافات مرورية، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة. أما في محافظة الإسكندرية ففي كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. وهنكمل مع بعض جولتنا المرورية، هنروح أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد فيها طريق سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، في كمان شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، أعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 35، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 25 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.